بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على كيفية استخدام الجير بوكس الاوتوماتيك بشكل سليم. الجير بوكس اللي معانا النهاردة ده جير بوكس العربية لوجان 2013 اوتوماتيك ستيبترونيك. هو اول حاجة حابين نتكلم عليها هي ازاي ابدأ اقف بالجير بوكس قبل ما ابدأ اتحرك. اول حاجة طبعا انا بحط رجلي على الفرامل، تبقى انا جايب الدي عشان التحرك. اول حاجه ببدا اعملها والهاند بريك نازله، انا المفروض ان انا ماشي وانا على الدي، المفروض ان انا بجيب الان ورجلي على الفرامل، برفع الهاند بريك وبشيل رجلي من على الفرامل واحط رجلي تاني وابدا اتحرك على البي. ده ليه؟ ده علشان ما احملش على الجير بوكس بتاعي ازيد من المطلوب. يعني لو انا سبتها من غير الهاند بريك في النص، هتحس انه العربيه كانها بتطلع معاك نص عجلة قدام، وده معناه ان هو بيحمل على تعشيقة الجير نفسها. ده مع الوقت ومع الفترة، انت طبعا اول ما هتطلع بالعربية بعد الحركة اللي انت قلت عليها دي، اللي انا قلت عليها دي من غير الهاند بريك، هتسمع صوت تكة في صوت هبدة في الجير. ده مع الوقت هيبوظ لك الجير بوكس وهيبوظ لك البوزيشن بي اللي هو بتاع الباركينج. الحاجة التانية بالنسبة للمهمة قوي بالنسبة للريفرس، الرجوع للورا، ما ينفعش ابدا تبقى طالع لقدام بالدي وبعدين تقوم جايب القارة على طول من غير، يعني تبقى على الدي وتجيب القارة على طول من غير ما توقف العربية. عشان ترجع على القار لازم تبقى متأكد تماما ان العربية وقفت في السكون، يعني سرعتها بقت بتساوي صفر، وقفت خالص، وبعدين تجيب الدي وتجيب القار وبعدين تبدأ تتحرك. الدي الوضع فيه مش زي الار، يعني من الار وانت العربيه ممكن تبقى بترجع لورا شويه تبدا تجيب الان والدي على طول من غير ما تستناها. ده الفرق طبعا ما بين قوه التروس او قوه العزم اللي بتاخده من الترس الخلفي او ترس الرجوع للخلف، لانه ده بيبقى في الاغلب مش ترس واحد، ده بيبقى في الاغلب ترسين عشان يبدا يحرك يغير لك اتجاه الحركه فالعربيه تبدا تمشي لورا. لكن بالنسبة للدي هو بيبقى اوريدي عليه حمل بتقدر توصل بيه سرعات، فكأن انت طالع بيه مطلعه، يعني ما عملتش حاجة فما فيش منه مشكلة. الحاجة التانية بالنسبة للإشارات، في الإشارة انت تبقى على وضع الدي والمفروض ان انت ماشي. لو هتقف في الإشارة انت شايف ان الإشارة هتقف معاك ثانيتين ثلاثة، هتزود عن كده، هات الان وسيبها واقفة وبعدين ابدا ارجع على الدي تاني. ولما بتيجي تقف، دي كمان حاجه مهمه قوي، لما تيجي تقف ابدا ما تسيبش العربيه ولا على الدي ولا على الار، لانها عمرها ما هتدور. العربيه مش هتدور معاك الا على الان والبي وبس. ما تسيبش العربيه راكنه على الان وتمشي، لانه ده يعني اجمعوا انه ده بيعمل فولت في او عطل في الجير بوكس، وكان في عطل شهير قوي في الميجن بسبب الموضوع ده، ان هو بيطلع لك على الشاشه جير بوكس فيلر. كمان في بقيه العربيات الجديده دلوقتي ما تقدرش تطلع مفتاح الكونتاك الا لو الوضع على البي، زي النيسان الصني مثلا ما تقدرش تطلع المفتاح بتاعك الا لو علنت على البي. وبيعمل لك حاجه اسمها جير ريليز، بتحط المفتاح تفتحه لو انت في حاله الجر. طبعا الجر ده مش كل يوم، مش كل يوم هتجر عربيتك على كساحه، انت الجره ده هيبقى معاك مره في العمر. فهي دي النقطه، اهم النقاط. تاني البي، ما تركنش العربيه الا وانت على البي، واحنا اتفقنا انه طريقه البي اللي هتجيبها وانت من على الدي انك هتجيب الان وتشد الهاند بريك وتشيل رجلك من على الفرامل عشان حمل العربيه يتحمل على الهاند بريك، وبعدين تبدا تتحرك على البي. الحاجه الاخيره وانت واقف في الاشاره وانت على وضع الدي، ما تسيبوش كتير على الدي، وانت حاطط رجلك على الفرامل في الاشاره حطه على الدي وبعدين اتحرك، سيبه على الان طول ما انت واقف في اشاره. الحاجه الاخيره بالنسبه للاستبترونيك نفسه، طبعا في ناس كتير بتسال الاستبترونيك ده انا هستخدمه ازاي. الاستبترونيك ده وانت على الدي اوريدي وانت سايق مفيش مشكله ابدا، ان انت هنا كده تدخل بيه على جنب، تدخل بيه شمال كده. لو لاحظت هتلاقي هنا في الشاشه بقت مكتوب واحد اللي هي النقله، والبلس والماينس دول بيزود لك النقلات وبيزود النقلات وبيقللها
في الاغلب بنستخدم الماينس والبلس دول. لو انت حاسس ان انت الماينس لو انت عايز تنزل نقلة تعدي عربية او بتعدي حاجة وحابب ان انت تسقط النقلة عشان تجمع سرعة اعلى، والبلس لو انت حاسس ان انت يعني عايز تريح عربيتك شوية او تحس ان انت عايز تقلل الار بي ام شوية عشان البنزين او علشان تبقى يعني مش حرق على العربية قوي، فانت بتطلع البلس بتاعك. حاول ما تنزلش نقلات كتير وما تطلعش نقلات كتير، لانه ده في معظم العربيات ما بيبقاش فيه عليه كنترول. طبعا بالنسبة لحالتنا هنا في الرينو هي فيها كنترول، يعني لو انت اول ما بتجيب الان اول ما بتجيب الستبترونيك وبتبدأ تزيد على النقلة مثلا سي انك على التالت وتبدأ تحط رجلك على الفرامل، انت العربية بترجع لوحدها للتاني اوتوماتيك. كانت اول ما الستبترونيك طلع كان مفيش الكلام ده، يعني كنت انت لازم تنقل كأنك نايم سايق مانيوال بالظبط. نفس الوضع بالنسبة للنيجاتيف او للسالب. الماينس ده مش هيعلي لك النقلة وهيسيبك